Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Habibana Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Numuwul aql ay ziyadatul aql. Hadha kitab kharitatul tariq للدكتور عائض القرني يقول في هذا الفصل إن نمو العقل يتوقف على أمور والعقل نعمة إلهية كبرى وموهبة ربانية عظمى خصص الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذه النعمة وهذه الميزة فعلى الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويقدرها حق قدرها فلنقرأ هذا الفصل يقول يتوقف نمو العقل إذا توقفت عن القراءة بقدر ما تقرأ ينمو عقلك فالنظر في الكتاب والنظر في نتائج العقل التي يودعها المرء كتابه هذا يزيد عقلك وينمي ذهنك فعليك بالكتاب وعليك بالقراءة وليكن الكتاب الذي تقرأه وتصرف فيه وقتك ونفسك كتابا تختاره ب تدبر وتفهم واستشارة حبيب لبيب فإن توقفت عن التعلم والقراءة توقف عقلك عن النمو كلما كان الإنسان يتعلم يزيد عقله وإذا امتنع عن القراءة وقف نموه وجمد عقله أما ترى غالب الناس الذين تلقاهم بعد سنوات فإذا هم كما هم لا زيادة ولا نمو في العقل معظم الناس يعيشون على حالة واحدة ومستوى واحد من العقل لأنهم يأكلون ويشربون
وتنمو أجسامهم بذلك ولكنهم لا يغذون عقولهم حتى تنمو فتنمو أجسامهم وتكون عقولهم كما كانت لم يزد في علمهم شيء وقفوا على ما عرفوا ثم أغلقوا نوافذ الفهم والتفكير أي لا يفكرون في هذه الأمور في المعنويات التي ترفع قيمة الإنسان يعرف أحدهم قصة وحديثا وبيت شعر من 40 سنة وهي حصيلته ورأس ماله لا يزال يردد شيئا واحدا كلما جلست عنده صدمك بنفس الشيء حتى تملى من ترداده وتكراره إن المعرفة نور وبهجة وحياة وأنس يحصل بالمعرفة النور والحياة الحقيقية المعنوية القلبية الروحية والبهجة والسرور في قلب الإنسان فابحث وطالع واقرأ وناقش وفكر وتزود من العلم يذهب همك وغمك وحزنك كل إنسان يبتلى بالقضايا والمسائل في حياته وخير ما يخفف عن همومه و يهون من نفسه والاشتغال بالكتب والعلوم والمعارف فعليك أيها الأخ بالاشتغال بالأمور النافعة ومن أنفعها العلم فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.